تنضم إلينا من دبي السيدة لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا. ويعني لعل العناوين العريضة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية وتمرير حزمة الإغاثة من جانب والبريكزيت والخروج الآمن من جهة أخرى، وما بين هذا وذاك الذهب والنفط وكله يتداعى حتى الأسواق. دعينا نبدأ من دونالد ترامب الذي ربما وفي اللحظات الأخيرة يوقع ويمرر هذا الاتفاق. ما هي انعكاساته؟ إلى أي مدى السوق يستقبله بشكل جيد ويؤثر على تداولات الأسواق؟ أهلا بك. بالفعل يظهر أن الأسواق منذ صباح اليوم رحبت بحزمة التحفيز التي طال انتظارها وكانت عالقة، وقد رفض دونالد ترامب توقيعها وغرد بأنها بصمة عار أن يعق على هذه الحزمة. لكن بعد ذلك يعني سمعنا اليوم في الأخبار بأنه تم توقيع هذه الحزمة، فبالتالي شهدنا العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت. كانت هناك مخاوف بأن يستخدم ترامب حق النقد الفيتو ضد تلك الحزمة، كان يرغب بمطالبات بدفع شيكات أكبر للإغاثة من كوفيد 19، وأيضا يعني مساعدات وأيضا تخفيضات كانت يود بها كبيرة في الميزانية بالنسبة للمساعدات الأجنبية، يعني وبما فيها الإنفاق الذي يعتبره مسفرا، يعتبره هذا يعده بال يعني انه اسرافا. فبالتالي ادى ذلك الى تجنب الاغلاقات الحكوميه بعد التوقيع على الحزمه البالغه 2.3 تريليون دولار 900 للاغاثه وللمعونات والمساعدات الطارئه من كوفيد 19، وايضا 1.4 تريليون دولار لمساعده المؤسسات الحكوميه التي جنبها الاغلاق، وأيضا جنب العديد من الذين يعانون من إعانات البطالة البالغين 14 مليون شخص من حقهم في يعني في الحصول على هذه الإعانات. فبالتالي لاحظنا هذه الأسواق رحبت بالارتفاعات، وربما نشهد ارتفاعات لهذا اليوم أيضا على الأسهم الأمريكية بما أن العقود الآجلة تدل على ارتفاع، لكن سبب بنفس الوقت تراجعات للدولار، لكن ليست التراجعات بالشكل الكبير. نعم سيدة لينا، دعينا ننتقل إلى موضوع آخر أيضا لا يقل أهمية عن توقيع دونالد ترامب، وهو التوصل إلى اتفاق أيضا في اللحظات الأخيرة. يبدو أن الأسبوع الأخير من العام كان حافلا بأحداث شغلت العالم لأشهر، يعني بعد مفاوضات ماراثونية استمرت على مدى شهور، أخيرا بريطانيا توقع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. يعني إلى أي مدى هذا الاتفاق هو اتفاق عادل على أقل تقدير بالنسبة للأسواق، واستطاعت أن تسعره في الناحية الإيجابية أكثر منها السلبية في تقديرك؟ نعم بالفعل يعني بالنسبة للمفاوضات البريكسيت كما ذكرتها، بعض المفاوضات الطويلة والعالقة التي دامت أشهر طويلة، تم التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وأيضا المفاوضات بأنه لا يعني سوف يتم تبادل السلع بدون رسوم جمركية، وتجنبنا أكبر سيناريو كان سيحصل، سيناريو كارثي بعدم التوصل إلى الاتفاق. ربما كنا سوف نرى ضغط كبير سوف تحصل عليه، يعني سوف يضغط على الأسواق والباوند، لكن بعد هذا الاتفاق الذي توصل إليه، وخاصة مشكلة الصيد المشكلة العالقة والتي يعتبرها البريطانيون هي مسألة سيادية، ويعني بالسيطرة على المياه البريطانية وارتفاع عائداتهم من الصيد من نصف إلى الثلثين، بينما تعتبرها الاتحاد الأوروبي يعني تجارية، وخاصة بالنسبة لفرنسا وهولندا، قد تم حل هذا الملف الشائك بمرحلة انتقالية لمدة 5.5 سنوات. يظهر أن الباوند تفاعل مع هذه الأخبار والأين ارتفاع إلى أعلى مستوياته في 2.5 عام، لكن يعني إذا نظرنا فعليا كنا متوقعين أن يرتفع الباوند أكبر من
أكثر من ذلك، ربما نصل إلى مستوى كنا 1.38 حتى 1.40، لكن الأسواق سعرت خلال الأسابيع الماضية يعني حتى الفوتسي قد سعر تلك الأخبار مسبقا، لكن ما زلنا نتوقع أن تستمر هذه الارتفاعات لو بالفعل يعني مستويات 1.36 و50 تم كسرها، فربما نصل إلى مستويات، وأيضا لا ننسى أن ضعف الدولار يساعد على ارتفاعات الباوند، وربما نصل إلى مستويات أعلى من ذلك. جيد ليلى، دعينا أيضا نعرج على النفط الذي رغم الإغلاقات التي سادت القارة الأوروبية والسلالة الجديدة التي أزعجت وأربكت كثير من الحسابات، إلا أنه ينسجم مع البريكزيت وهذا الخروج الآمن ويسجل ارتفاعات، يعني حدثينا عن النفط ومساراته في المرحلة المقبلة وما الذي يحكمه؟ نعم، بالنسبة لأسعار النفط يعني اليوم ارتفعت بعد أن حققت أسبوع من الهبوط، وكان الأسبوع يعني الأول منذ أكتوبر بعد الارتفاعات التي حققها، وكما ذكرت المفاوضات البريكسيت التي تم التوصل إليها أو الهدية التي قدمها جونسون للبريطانيين في عيد الميلاد، وسيتم المصادقة على ذلك الأمر طبعا في التصويت عليها في 30 من نهاية هذا الشهر، ويتم المصادقة عليها من قبل البرلمان سواء البريطاني أو الاتحاد الأوروبي لمدة شهرين. هذا أعطى نوع من التفاؤل لأسواق النفط وأيضا الحزمة التحفيزية، لكن هناك المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحورة، يعني أسعار النفط ليست خائفة من الفيروس بحد ذاته، لكن من الإغلاقات، وخاصة عم نسمع أنه عم تقوم بعض الدول بالإغلاقات ومنع السفر، وخاصة آخرها اليابان منعت السفر للأجانب من إليها، فبالتالي هذا عم بيخلي إنه الإغلاقات عم بتخلي إنه ربما يعني يؤدي إلى تأخر الطلب أو تعافي الطلب على النفط، وخاصة بعد التصريحات الروسية من وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك بيقول إنه ما زال الطلب على النفط أقل من 6 أو 7 مليون، يعني أقل من مستويات الجائحة، فبالتالي هذه المخاوف ربما تعطي بعض يعني النطاقات يعني نطاقات الضيقة التي سنشاهدها في هذه الفترة، لكن المدى المتوسط والطويل ربما ما زال نقول إنه الاتجاه صعودي، لكن لن نرى يعني ربما نرى مستويات ربما الـ54 ربما هذه مستويات التي تعتبر ربما العادلة في الفترة القادمة لأسعار النفط حتى تثبت هذه اللقاحات بالفعل التي في مقاومة السلالة الجديدة المتحورة التي ظهرت في بريطانيا. أنا أشكرك السيدة لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.